رجل من علماء السنة، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عالم أكيد عالم أهل السنة بخمر مع عليه الصلاة والسلام. جاء إليه جماعة من أهل الباطل. لرى جماعتك أهل باطل أو جماعتات نبوي عالمي. قالوا نريد تناقشنا من على الحق. دبجة أم دغازن ترى مناقشة بكن. فاتفق منهم واجتمعهم في مكان لهم. دبجة أم دغازن مناقشة بكن أم بزم كيسر حقيقة ومكانك تحديد بكن دجا ما بينه ويدري هذا خبر. جاء هذا العالم وحده. أو علماء خسر خطي. وعندما أراد الدخول إلى المكان الذي فيه هؤلاء. وقت دغازن تكبوي ما داري ضيرك أو مبرانا أو جماعة أهل باطلي ساكنين. خلعنا عليه ودخل بنا عليه في المكان. دينا صلي خد خيرا دخل باشلا خدا وصلي خوا دكوا نوفي جماعتي. قالوا لماذا تدخل فينا عليك؟ تبيجني دا شو ما صلي خوا كاتينا في جماعتي تا صلي خبر ديري بيشتا. قال لأنكم أنتم هذه الجماعة التي أنتم عليها سرقتم نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. دبجة اللي مبيس يا وون أف جماعته وهونيا صلي بيخمبر عليه الصلاة والسلام دزية. وأنا أخاف تسرقون علي. دبجة سوي جاز دترسم أف جماعته جار كان الصلاة ما بتزه. قالوا أنت كذاب. أو ناد دبجة نبي عالمي دبجة أنت كذاب تفركي. أنت تكذب. تفردكي. هذه الجماعة لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شنكي أف جماعته أو فرقه زمان بيخمبر ماذا تنبيه. قالوا وهذا الرد عليكم والحمد لله. دبجكي أبا أصبا ما رديا وكر أركي من زمان بيخمبر تنبونا إيش. لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة أمة واحدة. سوي أجي زمان بيخمبر ماذا تفرق تجمع تنبونا جماعتك بيشتر. والله لا يمكن أن نكون إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوا الله عليهم. أم سوي أجي نكر تجمعات أو جماعات تجي جماعات بيخمبر وأصحاب بيخمبر ما بيا. لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعات التي نسمعها. أف جماعتك وفتك أم قش كده بيجن زمان بيخمبر ما جماعتك قصشت نبيا. كل جماعة من الجماعات تتبع رجل غير معصوم يخطئ. سوي أجي أم أف جماعتنا قش هرك خرا مبرك را اتباعك باي مبرك. ونحن والله لا نتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعصوم. أما أم أهل السنة والجماعة أم تاني باي بيخمبر مع عليه الصلاة والسلام دشن شونكي تك معصوم تك بيجنا تك بيحاتا أوى. احذر أن تتبع أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. سوي أجي هر زمان تو وقتك دبيني إنسانك باي بيخمبر ما بيشتر باي يكيدني دشة يكيدني خرد خد دليل ويا هر زمان إنكار بك. وإلا تكون نصر عافية السلام من أهل الضلال. يجوي هر كتفي شيء نكتفي أهل الضلالات دا.